إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى الإخوان أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة إلكترونيات السيمون. اليوم الإخوان عندنا هذه العصارة ديال الليمون ولا عصارة في البرتقال، نوع سيارة. المشكلة اللي مطروح فيها إخواني هو أننا باش كنبغيو نخدموها تديماري، ولكن غير إنفوا تنوركوا ولا تنضغطوا على هاد المانيط تبقى تفريني وتوقف. انتما لاحظوا اخواني، اذا المشكل باين، خليكم معايا اخواني، اليوم غادي نشوفوا الحل ديال هذا العطا. اذا كل ما غادي نقوموا به اخواني باش نحلوا هذا المشكل، نحيدوا بعدا هاد لي زاكسسوار، نخليو غير هاد الكومبارتيمونتور اللي غادي نحلوه، عنده ثلاثه ديال ديفيس. هاد لي فيس اخواني مشكل غالبا اخواني تيتطرح في بعض دي بينيو ولا دي زونغرونار صغيورين، هما اللي كتلقاه اما مهرس اما خارج على المكان ديالو تيلاشي. حنا غادي نفتحو وغادي نشوفو العطل فين كاين. إذن بعد ما حيدنا هاد الكوفر، حنا تلقاو هنا كومبارتيمون موتور. المكونات ديالو هي كالتالي، كاين عندنا حيدو البريز إخواني، المكونات عندنا هاد لونطري ديال الكابل لي تيجي بالطو، وعندنا هنا واحد الفان كورس أولا سويتش هو اللي تنوركو عليه بهاد لامانيط، هاد لامانيط هادي تنوركو عليه. من هنا باش كنوركو تندوزو هنا الماس، وهكا تيدوز التغذية لهاد المحرك. حنا غادي نشوفو المشكل فين كاين بالضبط اخواني. المشكل مطروح عندنا، انا غادي نوريه لكم بالضبط. اذا هذا هو المحرك ديال هاد العصارة ديالنا اخواني. نتمنى ان تكون تيبان لكم المحرك هو هذا بالضبط. والمشكل اللي مطرح عندنا اخواني هو هنا، هنا فين كاين المحرك. لاحظوا معايا اخواني بان هاد البينيو هذا راه تيدور بوحدو، هذا يعني وسع المكان ديالو، يعني ان المحرك سيدور وهذا ما تيدورش معاه، بكيخلي انه يكون فريناج على مستوى العصارة ديال الليمون. إذا كل ما غنقومو به إخواني هو أن نحاولو أن نقيو هذا المكان هذا، ونحاولو أن نديرو واحد شوية الكول. هو كيلاحظو بأن البينيو راه مازال في حالة مزيانة، ما فيه لا شق لا والو. إذا كل ما علينا إخواني هو غادي نقيو هاد المكان ديالو. إذا كل ما غادي نقومو به إخواني هو أننا غادي نحاولو نديرو شوية ديال لاكول لهاد البينيو هكذا إخواني، ونحاولو أننا نردوه المكان ديالو باش يقبض مزيان. نعطيه واحد شوية ديال الوقت إخواني باش يقبض. مزيان ملي ما نشف نلاحظوا اخواني بان راه خدا المكان ديالو مزيان. غادي نحاولوا اننا نرجعوا المحرك للمكان ديالو كيف ما كان المره الاولى، ونربطو لي فيس ديال هاد المحرك الصغير ديال العصارة.
يعني المساله اللي كاينه اخواني هو مساله غريساج على مستوى هاد البينيو الصغير، يعني تيجليسي من بعد هذا الشيء اخواني نحاولوا اننا نرجعوا الامور يعني كيف ما كانت المره الاولى ان شاء الله. إذن هاد عندهم واحد توجيهة خاصة بالنسبة لهاد، حاولوا أننا نوجهوها للجهة اللي خاصها تخدم، اللي غادي تجي فيها كونفوندي مع هكدا. إذن هكا إخواني غادي نحاولوا أننا نركبوها بهذا الشكل، حاولوا نديروا واحد لسي صغير باش نعرفوا واش الامور راها مزيانه. اذا لاحظوا لاحظوا اخواني بان الكليساج راه ما بقاش، ولا المقاس ديالنا ضغط ولات العصاره ديالنا في الدور ما تتكليسي ما والو. هذا الصوت هذا لان غير مازال ليفيس ما راكبينش، اذا نحاولوا اننا نربطوا ليفيس اخواني في المكان ديالهم. لنا الفيس الثالث والاخير اذن هانتوما اخواني الامور قلنا دابا الا اننا نجربو. لاحظوا اخواني اذا نتمنى اخواني ان هذا الشرح يكون مزيان وتكونوا تبعتوني خطوه بخطوه. شكرا اخواني على التتبع ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.